شهادة تقدير بعنوان جائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية عادت لشركة ذات الأسهم توسيالي الجزائر للحديد والصلب ممثلة بسيد ألب توبتشوغلو. شهادة تقدير للمتوجة بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية للشركة ذات المسؤولية المحدودة ليدر إنتراديس ألجيريا ممثلة بسيد محمد أرقيب. عن فئة جائزة أفضل مصدر خدمات حظيت شركة ذات المسؤولية المحدودة مجموعة كلينيكا ممثلة بالسيد صلاح الدين صحراوي. شهادة تقدير للمؤسسة المتوجة بالجائزة الخاصة بأفضل مصدر للقارة الإفريقية عادت لشركة ذات الأسهم الجزائرية القطرية للصلب ممثلة بالسيد يوسف أحمد المهندي ويتقدم عنه السيد عادل خمان المدير العام لمجمع إيميتال. في فئة جائزة أفضل مصدر شاب عادت شهادة التقدير لمؤسسة ألتيو إنرجي ممثلة بالسيد محمد نور الدين نيصالي. للمرأة نصيب في هذه الجائزة. وعن جائزة أفضل مصدرة امرأة فقد عادت لمؤسسة طولقة البركة ممثلة بالسيدة فاطمة منعا. لجنة تحكيم الجائزة وبمتابعة شخصية من السيد رئيس الجمهورية قررت منح شهادات شرفية تشجيعية تعود الأولى لشركة ذات المسؤولية المحدودة حكمة فارما الجزائر ممثلة بالسيد عبد الكريم كعباش. شهادة شرفية تشجيعية تعود للشركة أو المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الأرجوانة للتمور ممثلة بالسيد سمير هلال كأفضل مصدر تمور لسنة 2023. شهادة شرفية تشجيعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة معصرة أوزلاغن ممثلة بالسيد إبراهيم قاسي كأفضل مصدر زيت زيتون لسنة 2023.